والله ابدا يا سيدي، والله ده استثمارات. احنا شربنا المر عشان الاستثمارات تيجي، والناس اشقائنا وهيجوا يستثمروا وهنكسب، وكسبنا ولسه هيفتح فرص وهيعمل. واستثمارات اماراتيه على ارض مصريه، على ارض مصريه تحت السياده المصريه تحت العلم المصري. ايه يا جماعه، هو انتوا عايزين تطفشوا الناس؟ هو انتوا عايزين تطفشوا الناس؟ هو انتوا عايزين تخوفوا الناس؟ دول مجموعه ابواق بره بيحاول يعكر المزاج العام ويشكك في الناس قبل ما تشتغل. يجي واحد طلع يقول لك ده احنا شفنا يافطه مكتوب عليها دوله الامارات، اهلا بكم في دوله الامارات. اهي اهي شايفين ده الراجل الحقير اللي اسمه معرفش اسمه ايه، اسامه يوسف ولا اسمه ايه، ده قال لك دكتور معرفش في ايه، راجل حقير الحقيقه. انا بقول له انت حقير، انت كذاب، انت مغرض، انت وضيع، انت خاين. بيتكلم بيقول مواطن مصري يوثق وصوله عند حدود منطقة الحدود مع إمارة رأس الحكمة. شايفين الراجل يا جماعة ده موجود، أنا مش بقول حاجة من عندي، الكلام ده موجود على وسائل التواصل الاجتماعي. لما واحد قاعد متلقح في أمريكا، لاجئ في أمريكا، حقير هناك موجود في أمريكا اللي اسمه سام، يقول إنه ده واحد مواطن مصري بيوثق، وجايب الراجل اللي لابس شورت قدامنا ده والمواطن ده اهو، ودي عربيه قال لك ده موجود الراجل دوله الامارات العربيه المتحده كذا كذا. بيتكلم على انه في راس الحكمه اليافطه دي. هل اليافطه دي في راس الحكمه؟ هل اليافطه دي موجوده في راس الحكمه؟ انا بس بقول للناس يا جماعه، شايفين تحت مكتوب ايه؟ شريف عثمان. برضه شريف عثمان ده احد المسامير في احذيه الاخوان واحذيه اعداء الدوله المصريه، اللي هو شريف عثمان. انا بقول له بشكل عامل منشن لعمرو واكد، بيقول له اتفرج يا عمرو على المصيبه. عمرو العميل الوضيع مع شريف عثمان العميل الوضيع مع سامي يوسف العميل الوضيع، وعمرو شيرها والدنيا شافت، يلا شوف 82,000 مش عارف ايه، والصوره ادي اليافطه دي. هل اليافطه دي موجوده فعلا في راس الحكمه؟ طب الراجل اللي في الصوره ده اسمه توني خليفه، توني لطفي. بعت لي توني لطفي وقال لي انا عايز يعني اوضح هذا الكلام، اللي هو الراجل اللي في الصوره اهو، هو ده اللي في الصوره. قال لي يا عم انا بره مصر، انا موجود في الامارات اصلا. ممكن نسمعه مع بعض؟ بعت لي رساله بالفيديو نسمعه مع بعض. فمن خلال برنامج استاذ نشأت بحب اوجه رساله للاكاذيب والصور اللي نزلت دي كلها، اللي انا روحت راس الحكمه. انا فعلا ما روحتش راس الحكمه، انا فعلا بسيارتي الكهربائيه لحد النهارده سيارتي الكهربائيه بالنمره المصريه في دوله الامارات. فبوجه رساله للناس اللي حابه تعمل اشاعات وتشوه صوره مصر قدام العالم. شكرا لكم. مسافر من السعوديه للامارات بالعربيه الكهرباء، بيعمل جوله الراجل، واهو فين يا ابني الصوره. الراجل بيقول انا اتفاجئت بالسوشيال ميديا وهذا التلفيق وهذا التزوير اللي عاملينه هؤلاء النائحات المستاجرات المرتزقه الموجودين بره، زي شريف عثمان وزي وسام يوسف ولا اسامه يوسف. وهم الناس دي يا جماعه، المفروض الناس دي ده لازم يكون عندنا اجراء مع الناس دي، لان دي اكاذيب. ده بيبث اكاذيب، بيبث اباطيل، بيحاول يعمل تهييج للناس باباطيل واكاذيب. قول اليافطه دي الموجوده فين؟ في راس الحكمه. ادي الراجل اللي موجود في الصوره وهو بيكلمنا وبيقول يا جماعه انا موجود في السعوديه واتحركت الامارات اهو قدام حضراتكم. لا حول ولا قوه الا بالله. عموما